أهلا بكم. تنسيقيات التظاهرات تدعو لاستذكار احتجاجات تشرين في عدد من المحافظات بالتزامن مع استمرار الانسيادات السياسي. الشلل يصيب مئات المشاريع المرتبطة بالموازنة، والمالية النيابية تحذر من تأخر إقرارها وانعكاسه على مصالح المواطنين. التغيير المناخي يلقي بظلاله على العراق، وتحذيرات من امتداد آثاره للأمن الغذائي والتسبب بحالات نزوح. عمليات بغداد تنفي إغلاق منافذ العاصمة، وقوة مشتركة تنفذ عملية نوعية في جزيرة الخضر لملاحقة فلول داعش الإرهابي. محارق النفايات تفاقم معاناة أهالي مدينة الصدر، والمواطنون يناشدون الجهات المعنية إلى إعادة العمل بمشاريع البنى التحتية. كل هذا وأكثر تتابعونه في النشرة الرئيسية على رأس الساعة. إلى اللقاء.